سجلت الشركات الوطنية حضورها بقوة في أيدكس بدورته 11، إذ بلغ مجموعها 140 شركة محلية مختصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية الحديثة، وهي تعكس الإمكانيات المحلية الرائدة في هذا المجال. صناعة دفاعية إماراتية متنوعة تعرض في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أيدكس 2013 من خلال العديد من الأجنحة الوطنية العارضة التي تعرض أحدث منتجات وتقنيات الدفاع وتسلط الضوء على الصناعات الدفاعية والاستراتيجية في العاصمة أبوظبي. وهذا يرمز على التطور الذي حصل في السنوات الماضية حتى وصلت هذه المشاركة إلى مشاركة عالية جدا، وأيضا تعكس المنتجات الإماراتية التي الآن تقع في أهم معرض من المعارض العسكرية التي تقام في العالم، والتي تعكس الجهود التي بذلت للتصنيع المحلي أو تصنيع المنتجات الإماراتية التي تخوض منافسة مع المنتجات العالمية الأخرى. شركات وطنية عديدة تسعى إلى الاحتكاك بالمؤسسات الصناعية الرائدة عالميا وتبادل الخبرات في المجال الدفاعي لتطوير منتجات وأنظمة حديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمضي قدما نحو التميز في الميادين كافة من خلال الشراكات والاستثمارات طويلة الأمد للمساهمة في التنويع الاقتصادي والاستدامة ونقل التكنولوجيا وفقا لأعلى المعايير العالمية. هذه المنتجات كلها تم تطويرها وتصميمها بأيدي إماراتية في شركة مواطنة مثل شركة نمر للسيارات. عندنا شركات نتعاون معها عالمية. الأشياء الفريدة في شركة أمرك اللي هي تعتبر من الشركات الواعدة في صيانة الطائرات، إن نحن نسوي ثلاثة أنواع من الطائرات، اللي هي طائرات المقاتلة وطائرات النقل وطائرات الهليكوبتر، وهذا طبعا يعتبر شيء فريد من نوعه في مجال صيانة الطائرات اليوم. طبعا نخدم القوات المسلحة، هاي الخطوة الأولى، ولكن الاستراتيجية إن نحن إن شاء الله بعد الخبرات هذه طبعا تطلع أساس تخدم المنطقة كاملة. المشاركة الواسعة للشركات الوطنية في معرض أيدكس هذا العام تمثل خطوة إضافية على درب التطور والنمو نحو تحقيق رؤية إمارة أبوظبي 2030 والهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعزز من قدرتها التنافسية على الخارطة الإقليمية والدولية. دولة الإمارات لم تكتفي باستضافة المعرض، ولكن ها هي اليوم تعرض أحدث منتجاتها الصناعية والتي تضاهي بجودتها الصناعات العالمية. لقناة أبوظبي مكتوم محمد، أبوظبي.